اهلا وسهلا بيكم. يوم جديد معانا في ساعه مع الشريف، يوم الجمعه، اليوم اللي الاسر المصريه والعربيه دايما بتتجمع فيه. يا رب دايما متجمعين على خير وسلام، امين يا رب العالمين. يوم الجمعه عندنا دايما بيكون يوم مميز، الفاشن داي، يوم الموضه. النهارده عندنا فقرات كلها ان شاء الله تنول اعجابكم. وقبل ما هنتكلم في الموضه، في الاول هيكون معانا فقره طبيه، والنهارده فقره طبيه هتكون مميزه ومختلفه جدا جدا. قبل ما اقول لكم الفقره الطبيه هيكون فيها ايه، خلوني اقول لكم فقرات الموضه النهارده هيكون فيها ايه. اول فقره في الموضه النهارده هيكون معانا دكتوره اماني، رئيس مجلس امناء مؤسسه وطن، والمؤسسه دي بترعى الكثير من الامهات، بما ان احنا في شهر مارس، شهر اللي فيه عيد الام وشهر الامهات، فمؤسسه وطن بترعى بعض الاسر والامهات وبيخليهم اسر منتجه. هنشوف منتجاتهم النهارده، منتجاتهم غايه في الرقي. بعد كده هيكون عندنا فاشن شو النهارده، هتشرفنا وتنورنا مصممه الازياء المميزه جدا هبه ادريس، وعامله لنا فاشن شو ان شاء الله هينول اعجابكم، كله حاجات سواري. بعد كده هنروح المطبخ، معانا ريهام الديدي عامله لنا كشري، وما احلى الكشري في عز الشتاء كده بيدفي قوي. طيب هنتكلم على اول فقره. اول فقره هنتكلم فيها عن تاخر الحمل. احنا دايما بنتكلم تاخر الحمل، ودايما في الغالب بنستضيف دكاتره ليهم علاقه بامراض النساء، وكتير من الناس لما يلاقوا سيده اتاخرت في الحمل يبتدي جوزها يقول لها انت اتاخرتي في الحمل، يبتدي حماتها تقول لها انت اتاخرتي في الحمل، وجوزها ممكن ينسى ان هو ممكن هو اللي يكون السبب، وامه برضو بتنسى ان ممكن ابنها هو يكون السبب. النهارده احنا هنتكلم على الحالتين، على تاخر الحمل لو الرجل هو المسؤول عنه، وده هيكون في النص التاني من الفقره. وفي الاول هنتكلم عن تاخر الحمل عند النساء او عند السيدات او عند الامهات. في الاول هيكون معايا، مش هقول عليه ضيف بقى، ان هو يعني واحد من اسره البرنامج ودايما بيسعدني وجوده معانا، دكتور احمد عوض الله، استشاري امراض النساء وتاخر الحمل، عضو الجمعيه البريطانيه بلندن للخطوبه. اهلا بيك يا زحل. ازيك يا دكتور؟ ازاي حضرتك انت؟ والله فين اللبس بتاع المره اللي فاتت؟ الاسبوع الجاي، يعني الاسبوع اللي بعد، الاسبوع اللي بعد اللي جاي، احنا لو عليا تجينا كل يوم باذن الله. طيب احنا دلوقتي في الاول هنتكلم عن تاخر الحمل عند النساء، كمان خمس او ست دقائق بعد ما الموضوع كده يسخن، نسخن بالظبط، هينضم لنا الاستاذ الدكتور ايمن راشد، استشاري امراض الذكوره والعقم، زميل جامعه ميونخ بالمانيا. نتكلم عن العقم وتاخر الحمل، مش تاخر الحمل، تاخر الحمل عند الرجال ازاي؟ الانجاب الانجاب عند الرجال. فنبتدي بالسيدات والنسب ايه؟ هو بص، هو طبعا الحاجه دي من المشاكل اللي لازم يكون فيها رجل وامراه. زي ما حضرتك بديت في الكلام، ما ينفعش ان انا اجي اقول والله هي الست هي السبب، وهي لازم تدور على نفسها في عند دكاترة أمراض النساء وتبدأ تجري في رحلة، والرحلة دي ممكن تكون بدايتها سهلة جدا بتحليل سائل منوي للزوج، ويطلع فيه مشكلة في تحليل السائل المنوي بتاع الزوج تفرمل السيدة تماما، ويبدأ الزوج يدور على علاج. ودي المشكلة اللي بتواجهنا حاليا، انه التنسيق بين امراض الذكوره وامراض النساء في حته رمادي كبيره، هو مش موجود قوي، بس انت بترعاه دايما، انت عامل التنسيق ده، اللي انا عارفه يعني كويس عليك. احنا شايفين انه لابد ان يكون هناك تنسيق واضح بين دكتور امراض النساء ودكتور امراض الذكوره في علاج حالات تاخر الحمل. طب معلش هقطعك، احنا مجتمع ذكوري شرقي ذكوري، دايما الراجل بيجيب العبء على الست في اي حاجه، انت عارف يعني، انت فاهم قصدي طبعا بالزبط. يعني اوكي، هي الغلطانه، هي اللي بتخلفش، هي اللي عندها مشكله، هي اللي تروح الاول تعمل التحليل مش انا. هو دايما يقول لك هي تروح الاول، لو في مشكله ابقى افكر. ده بيحصل مش كده؟ طبعا، وعشان كده انا شايف انه دكتور امراض الذكوره بيلعب دور محوري في الشغل اللي احنا بنعمله. لا يجوز ابدا ان سيده تبدا علاج الا لما يكون الزوج تم فحصه وتشخيصه جيدا، لانه ممكن يكون عنده بعض المشاكل قد تكون هي السبب في تاخر الحمل. الاخطر من كده ان كتير من الحالات بتاعه تاخر الحمل اللي بيختص بيها الرجل، هو مقتنع ان في علاج له، وان هو لا يجوز له انه مثلا يعملوا اجراء زي الحقن المجهري. لا، انا اخد علاج. فالعلاج ده له وقت، وما ينفعش ان احنا نفضل طول عمرنا بناخد ادويه. لو انا عندي صداع، لو انت عندك صداع،
هناخد دواء عشان مسكن، بس مش هنفضل عايشين طول عمرنا على مسكن. أوكي. لان احنا لو فضلنا ماشيين طول عمرنا على مسكن يبقى احنا عندنا مرض عضوي. هو ده اللي مخلينا ها بنلجأ الى ان احنا نفضل عايشين على مسكنات. أوكي. وهو ده فكري، انه لما يبقى فيه نوع من انواع المناظره بين طبيب امراض الذكوره وطبيب امراض النساء، ويبقى انا بنتقد وهو بينتقدني، احنا الاثنين نبدا نخلق نوع من انواع يعني الرابور. عايزين نتخانق مع بعض، عايزين نتخانق. انا هكون متحيز للامراض النساء وللسيدات، يمكن. خلينا نشوف فاصل بقى، بعد الفاصل نبتدي الخناقه، وهينضم لنا الطرف الثالث معنا في القعده، ان هو الدكتور ايمن راشد، استاذ امراض الذكوره والعقم، زميل جامعه ميونخ بالمانيا. هو في الغالب هيكون متحيز للرجال، وانا هكون متحيز للدكتور ايمن. انا هكون كده متحيز للنساء والسيدات. انت متحيز للسيدات وانا متحيز للدكتور ايمن. انتوا كده هيكرهوكوا، خلي بالكم. بنشوف فاصل ونرجع لكم مع الدكتور، خليكم على سماحه.